عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مرتهمنا البودكاست. اليوم الحلقة العاشرة، بعد 9 حلقات حكينا فيهم على برشا مواضيع. حكينا على المواضيع الاجتماعية البيئية، اللي حكينا على البنية التحتية وغيرها من المواضيع. اليوم باش نخرج شوية من المواضيع التيبيك، باش نحكي لكم على موضوع ثقافي، باش نحكيو على المعالم الأثرية في تونس، شنو هما المشاكل اللي يعانيوها وشنو المسؤولية بتاع الدولة في هذا. معكم من وراء الميكرو وسيم الحميدي على إذاعة الماندرا فام. مانيش وحدي، معايا زميلي اللي ديما حاضر معايا أحمد سياسي. أحمد، منين جيتنا أحمد؟ من نوبة. أيوة، من إذاعة ماندرا فام. واضح أحمد بي. ضيف الحلقة اليوم نخليوه يقدم روحه. جمال الدين بن سعدان، عسلامتكم الكل. ناشط ونهتم ياسر بالموروث التاريخي لتونس بصفة عامة، دونك المادي ولا مادي. المادي ولا مادي، من بعد باش نرجعوا لك باش نفهموا معاك شويه شنو نقصدوا بالمادي ولا مادي. دونك جمال عطانا ترانزيسيون الاول بوان باش نحكيوا فيها، اللي هي شنو نقصدوا بالموروث المعماري. جمال، كان تعطينا هكا بشكل معناتها مبسط شنو معناها كلمه موروث معماري وش نقصدوا بها؟ باه، قبل ما ناخذ الموروث المعماري، كي نحكيوا على الباتريمون الموروث بصفه عامه ديما فما تقسيم مادي ولا مادي. دونك كيما نسمعوا، الحاجه الماديه الحاجه اللي نراوها نجموا نمسوها موجوده، الا مادي الحاجات اللي ما راهمش. مثلا اللغه مثل حاجه من الموروث اللامادي، الطبق مثلا واحد يمثل جزء من التراث اللامادي. التراث المادي دونك فيه كومبوزونت كبيره ياسر، هو الموروث المعماري، البنيات اللي نراوهم اللي نبداو ندورو في الشوارع ونراوهم، هذوكم كلهم يمثلوا جزء من الموروث هذا. المعالم الاثريه هذوكم كيف النصوب التذكاريه ولا تماثيل وغيره، هذا كل جزء من المعمار، وهذ الحاجات اللي راوهم قدامنا واللي ديما نتعديو بحذاهم ويمثلوا جزء من هويتنا. باهي جمال، مهم جدا الكلمه اللي تحكي فيها، ما باش نعرفوا الاهميه نتاع المعالم هذما. معناها فما ناس تعتبر اللي المعالم هذما هما معناها بنيات من التاريخ وكهو ولا عليهم زمن. الاهميه وين 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 تكمن نتاع المعالم هذما؟ فاش نستحقوهم احنا توا في القرن 21؟ باه، الأهمية في أنك هي ديجا تخليك تعرف روحك منين جيت. كي تخزر المباني هذه تعرف أنت شنية الموروث اللي عندك، شنية التاريخ اللي عندك. مثلا في الهندسة، مثلا كما نحكي مثال الأشهر الموروث المعماري هو السنتر في وسط البلاد في تونس. البنيات هذيك صغيرة، بنيات قديمة، أكل عليها دار نقول لك حاجة وشرب ما عرفش نعمل بيهم. في الآخر هذيك توري لك تطور تاع الهندسة مثلا في تونس. توري لك المهندسين كيفاش تطور، توري لك طريقة البناء كيفاش تطورت، العباد كيفاش كانت تبني وكيفاش ولات. معناها هذا في حد ذاته جزء مهم من التاريخ نتاعنا. اون بليس البنايات هذيك تحمل في وسطها ديريكتومون ولا ديريكتومون حكايات على الاف الناس اللي سكنوا فيها وتعداوا عليها. دونك هذاك ما تنجمش تقول لي جزء هذاك مو جزء من الموروث، هذاك تاريخنا. ما تنجمش جوست تفسخ عليه هكا بالقوم وتقول سيء. احمد، احنا حكينا في الحلقه الاخرانيه نتاع ومرتمنا في المندرة على المعالم الاثريه في منوبه، وحكينا حتى على المتحف نتاع راس جبل. كيف نفس السؤال اللي سألناه جمال، شنو ما ترى الأهمية متاع المعالم، الأهمية التاريخية متاع المعالم هذوما؟ والله في الحقيقة وسيم، أنا ما كنتش نعرف الأهمية هذه التاريخية متاع المعالم متاعي. بديت نهتم، يعني أنا كنت نقرأ في معهد بجنبه بالضبط تسمى دار حمودة باشا، يسميوها ولا قصر شويخة ولا حاجة هكي، تدخلت له الداخل، معناته هو لاصق في المعهد متاعنا بالضبط. المعمار والبنية اللي فيه حاجة غير عادية، مزيان برشا. على مدى أربع سنين نقرا من البرمية للباك، الكل الدهور، الكل دقدق، ولا مرتع للفساد. دونك بقيت شفتك الاسم هذاك، مشيت لوشت عليه، شفته، لقيت اللي هو عنده أهمية كبيرة برشا. لقيت اللي هو يرجع للعهد الحسيني في تونس، تبنى بالعهد الحسيني، وراه بالضبط فما سقيفة خير الدين باشا. دونك مشيت شفتها زاد. غاديك تكتب معناتها كتاب أقوم المسير كما راه تحول الممالك، معناتها السقيفة هذه اللي تكتب فيها كتاب المهمة هذه مع الشخص، الشخصية التاريخية المهمة هذه، اليوم ولات خراب. يعني بعد ما لوشت معناتها بالكدا وشفت يعني الواقع الحقيقة معناتها في منوبة واللي لازم معناتها نحكيو عليه الموضوع، معناتها كارثي وسخفني. حسيت تاريخنا وهويتنا هذيك التاريخية هي اللي قاعدة معناتها تضيع. أحمد، أنت تو حكيت على الإهمال نتاع المعالم الأثرية. أنا فما معلم نعتبره معناتها من أهم المعالم الأثرية اللي كان من المفروض الذاكرة التونسية خلتهم، اللي من الأسف معناتها ما عاش موجود أصلاً، مش ما عاش له، اللي هو دار العلامة أبو القاسم الشابي. دار أبو القاسم الشابي اللي هو مش نختلفه معناها
في اهميته في تاريخ والذاكره التونسيه. الدار هذه العائله معناتها الورثه نتاع عبد القاسم الشابي باعوها للخواص، والخواص طيحوا الدار ولات تراب معناتها توا. ايماجين معناتها الاهميه والرمزيه نتاع عبد القاسم الشابي، الدار اللي عاش فيها، اللي كتب فيها الاشعار نتاعو، اللي فيها تاريخه، نلقاو معاش موجوده اصلا، مش معاش لهين بها. دونك بالحق ما نجموش كي نشوفوا حالات كيما هذه نقولوا اللي الدوله معناها قاعده تحافظ على المعالم الاثريه. بي حكينا شويه طبعا على الجانب التاريخي نتاع المعالم الاثريه، الاهميه نتاعها في حفظ الذاكره والكل، ولكن المعالم الاثريه عندها اهميه اخرى، اهميه اللي نجموا نستثمروها في القرن 21، اللي هي المعالم الاثريه واجهه سياحيه كبيره، واجهه ثقافيه كبيره. العباد توا كي تمشي المتاحف راهو برشا فلوس. توا نحكيو بعض على التجارب المقارنه في العالم. احمد، الى اي مدى تعتبر ان المعالم هذه تنجم تونس كبلاد عندها معناها قدر محترم من التاريخ المعماري تنجم تستثمرها خاصه اقتصاديا وسياحيا؟ اكيد تنجم تستثمرها، راهي تونس تعدت عليها برشا حضارات، فيها برشا تاريخ. يعني اذا كان ما تستغلش الحاجه هذه على الاقل كوجهه للبلاد، ما عندك ما تستغل. كان على السياحة التقليدية هي البحر والشاطئ وكذا قاعدتها، ربما نجموا هذه يروجوا بيها، معناتها حتى داخليا احنا ما نعرفوش شنية البلايص هذه وما نعرفوهمش شنية أهميتها. ممكن ماذا بينا إذا كان يعرفوا بها أكثر، إذا كان يستغلوها، إذا كان حتى ربما فمش إمكانية تدخل بعض الخواص يستغلوها وتكون معناتها فما حماية من الدولة، ويدخل الخواص يستثمر فيها وتكون وجهة سياحية داخلية وحتى خارجية. علاش ليه؟ جمال، يمكن انت عندك المعلومة اكثر منا، السياح اللي يجيو لتونس اللي ما تحسش اللي عندهم هكا معناتها رغبة في انهم يزوروا المعالم وعندهم تقدير لها اكثر من تونس بيدهم. انا تونس الحق نحس كما قال احمد اللي ما نعرفوش معالمنا، ما نهتموش بيهم، ما نعرفوش القيمه نتاعهم. السياح العكس، تلقى معناتها يمشيوا للمدينه العربي، يمشيوا للمعالم الاثريه هذيا، معناها يعطيوها قيمه كبيره. به هو السياح في الاخر كي جاي باش يكتشف. دونك ثم الجزء اللي هو اوريدي عنده النيه مادام اختار يمشي للبلاد هذيك، اللي في بلاده اذا كان ما ثماش حاجه من الاول وعاته او شجعته باش يتحرك ويمشي للبلاصه هذيك، يبقى بوجي وش يتحرك ويمشي يكتشفها. وكمل انت ما يعرفش قيمتها، غادي ونزيد نطين بنا، فهمتي؟ على كل سايح من الاول عنده الرغبه قرر يمشي ليك به. لهنا ثم اشكال اللي هو ديجا ثم نقص توعيه كما قال هو بديك نقرا بحذا مكتب حيت كل حد نجي يحكي له عليه وقال له راه بحذاك المونومون هذين فلين. دونك كان جاو ديجا ابسط مثال انه في المدرسه هذيك ولا غيره قالوا له راه هذه راهي المعلم الفلاني درس حموده باش الحسيني، هذه سقيفة خير الدين، هذه درجناه. دونك من الصغر باش يكبر معاه الوعي وباش يولي يخمن ويشيلها ولا يشجع بيحكي لعباد اخرين عليها وغيره. دونك ما تنجمش تلوم عليه اليوم بعد قداش من سنين تقول له شبيك ما تحبش تجي وما تحبش تدور على البلايص هذوما. وي جمال، التجاهل والاهمال هذايا اللي صاير للمعالم الاثريه انه ما فماش انترتيا، انه فماش تعريف بها والاهميه نتاعها. يظهر لي ما يختلفوش الاثنين في انه المسؤول الاولاني هو الدوله. الدوله معناها مش قاعده تستثمر كوم الفولي، مش قاعده تعمل في المانتونونس الى غير ذلك. باش نسالكم سؤال توا هو حساس شويه، يظهر لي عند بعض الاصدقاء. احمد، المعالم الاثريه هذه هل من المفروض تكون تحت تصرف الدوله كهو الا نجم نفوتوا فيها للخواص، ولا حتى فما معناتها الموديل المستحدث الجديد اللي هو المجتمع المدني واللي ياخذ جمعيات تاخذ المعالم هذه وتتصرف فيها؟ انا اعتقد لو رغبه الدوله لفعلت بمعنى. ولكن كان حبت تنجم وتنجم ليه تنجم. 2014 ثاني فما وزير ثقافه حب يقدم معناتها بعض المواقع للخواص، وقتها صارت معناتها تحرك في وسط معناتها الموظفين من وزاره الثقافه، مش عارف تبع اداره بالضبط، فما ديجا معناتها الارتيكل وفما الاخبار موجوده، وما حبوش على الحكايه هذيا وقال لك ليه هذي تراثنا وما نفوتوش فيه. اي احمد، لهنا سؤال، ما تراش انه عندهم جانب من الحق؟ معناها انت كي باش يفوتوا في الخواص باش يعملوا القهوه ولا اوتيل ولا غيره، باش يستثمر اقتصاديا، هل باش يحافظ عليه وباش يحافظ باش يعرف القيمه التاريخيه نتاعو، باش يحافظ على البنيه، باش يحافظ على السليز، باش يحافظ على الاشكال اللي فيه وكل؟ انا نعتقد يحافظ. علاش ليه؟ فما اتفاقيه، ليه يحافظ. فما معناتها برشا حاجات ماشيه هكاك في تونس، فما في منوبه جابي الزروق ذكروا هذا الخواص وقدروا ما تدخلش فيها، معناتها ما تبدلش فيها واستغلها، ولات معناتها وجهه للعباد معناتها في الليل في رمضان وفي كل،
طبعا معناتها عادوا خرجوا منها وبقات مهملة عبارة معناتها مرتع لل أحمد جميل. نفس السؤال، التصرف خليه عند الدولة بركة ولا نمشيوا للمجتمع المدني ولا للخواص؟ شوف لو عنا 60 سنة متصرف الدولة واحدة لو قاعدين نراه شوية في البروبر به هو جست فهم نسب شوية الحكاية. عندي مثال دي منحبه ياسر اللي هو شوية منحن وشوية مرتبط بيه. راو لفات اللي ثم تجربة مش معناه راو انه في ناحية كبيرة اللي هو ثم راو نية معمدة من الدولة. نعم من المشكلة انه هذيك حد امكانياتها. للأسف هذيك امكانيات الدولة بتاعها ما هيش قادرة تعمل اكتر به. الاشكال انه بعد استقلال بالضبط عملنا انه دوب ما بدينا في قوانين كان ثم ولتوه مونوبول عند الدولة. الدولة هي الوحيدة اللي تنجم تتصرف في المعالم الاثرية ولا المصنفة وغيره. دونك ما ثم حتى حد اخر عنده الحق يجي يدخل يقول شرممها. حتى انت عامل اللي ما بتسمم يلزم الدولة. هذاك يخلق انه برشا مطير برشا مشاكل الدولة ما عندهاش ديما الفينونسمون به. اللي افضل بيرسونيلمون انا معاه على خاطر كيما قال ثم تجارب ديجا ريناهم الكاتدرال بتونس والا قبة النحاس اللي هم زوج معالم مصنفين وكل شيء واللي عند خواص يستغلوا فيهم وثم هاكا محافظة على رونق نتاعهم به. انت الدولة ما تنجمش تعمل كل شيء. نجمو نعملو بارتناريا من سيناء مثلا نجي شركات انا خويا والمدينة هذي تتكفل كذا انت خويا تجي ترممها. به الاشكال انه زاد ثم حاجه اخرى الموديل الايكونوميك القديم نتاعنا اللي هو ساعات نجيو نرموا حاجه ونسكروها هي كتسكرها بعد 10 سنين نعاودوا مره اخرى من جديد نرجع نفس المعبوكه رممتها يلزمنا نخلقوها موديل ايكونوميك اللي هي باش تولي غونتاب. به نجيو لهنا توا للاختراع التونسي اللي عندنا به وزاره الثقافه تحت المعهد الوطني للتراث اللي عنده هو المونوبول. به عندك دوز اجونس اخرين وكالة حياة التراث وكالة التصرف اللي في المتاحف كل شيء هذوما السو باغار يتعاركوا على التصرف في المتاحف كل شيء. واحد عنده البارتي اللي هي ترميم وكل شيء وواحد عنده الاستغلال المادي لو كان اللي ياخذ في الفلوس ما يعطيش الاخر في الفلوس هتروح يا خوام وبعد تدخل في البروسيس تاع الدوله يمشي الواحد والاخر يعاود يطلب هو الفلوس جاي من المتحف. علاش انا ما نجيش انه الميزانيه كل عام اخر العام الروسيت هذيك ثم بورسنتاج من الاول فيكسي من الميزانيه يمشي للترميم علاش نقعد هكاك نساسي من الفلوس اللي هو دخلها من المعلم هذاك وقص على هذاك المثال. معناها تنجم تخلق هالكونسيبت مع البريفي اللي فيه استغلال عادل منه تحافظ على المعلم وترم ومنه هو الاخر يفوف سيكون. معناها جمال كان فهمت معاك انا توا اللي انت تعتبر اهم سبب في الفشل نتاع تصرف الدوله هو المساله نتاع البيروقراطيه وهيكل اللي ياخذ التمويل وهيكل اللي يشرف على كذا وتضيع المسؤوليه بينك الهيكل وفي الاخر. احمد يعرف المساله دي برشا خاطر نتعاملوا برشا مع تعاملنا دير محاولنا نتعاملوا مع في موضوع المعالم الاثريه مع المعالم الوطنيه للتراث الكل. كي تجي تحكي معهم جمال تحس اللي من حق المسؤوليه متشتته لا تفهم لعند البلديه لا عند وزاره الثقافه لا عند المندوبيه الجهويه ما تفهمش المسؤوليه. كل واحد يدخلك من باب يخرجك من خوخه وكل واحد يقنعك انه هو ماهوش مسؤول على الفشل وانه الاخرين كلهم هم المسؤولين وفي الاخر بتباع الحل ما تلقاوش. باش نبقى معك جمال باش نسالك سؤال اخر زاده حكينا توا على تونس نحاولوا نخرجوا لبرا شويه البرا فما تجارب قريبه منا معناتها تاريخيا عندهم علاقه معناتها يشبهونا برشا كيما مصر كيما تركيا وكل اللي ما هوش متفوقين برشا علينا في تاريخهم وفي متفوقين في جزء منه ولكن حتى احنا زاد رو عنا ما نقولوا معناها مانيش نكرات. علاش هما نجحوا احنا ما نجحناش ببساطه جميل؟ على خاطر كيما قلنا قبليك ثم برشا تثمين وثم برشا انه المعالم مثلا مش عطيك ليكزامبل هات نديو بالإكزامبل اللي نعرفه بتاتا الدولة منه قلتنا مصر به. أنا بيدي ما عنديش في المدة من اللي كنت في مصر في نوفمبر ونصور العالم زادة برشا توانسة تفرجوا في البريود الأخرى في زوز سبيكتاكلوات اللي عملتهم مصر افتتاح المتحف المصري الكبير ومن بعد طريق الكباش الجديد به اللي في الأقصر وكل شيء وغواق شنية مصر تم تثمين من قبل معناها الاستراتيجية تاع الدولة ماهيش من اليوم ولا من البارح عندها سنين وهي تخدم على الاستراتيجية دي وحتى ملقى سارها مصر بيدها عندها برشا هينات عندها برشا موروث اللي هو متروك معناها ملغي الليفور اللي يعتبر مجهود كبير كي تقارنوا تونس انه الدولة عندها الرغبة وعندها الانفستيسمون وتحط في الفلوس اون بليس تم برشا شراكة مع البريفي معناها برشا حاجات يستغلوها. مثلا مش عطيك انا اكزامبل بسيط مصر تدخل اي متحف الشوب تاع المتحف بيدو مستحيل تاخذ من تشريحات شيء اغلب المتاحف ترى قديمه فيهم دي بوتيك سباس عاملينهم متكريهم هي للخواص لانكم ديجا شخص الفلوس هذيك يتصرف فيها المتحف بيدو معناها عنده سباتي اللي هي تمشي اللي هو دونك باش ما تقعدش انت المصاريف وكل شيء الترميم نتاعهم دوري ما يستناوش للمعلم سيء مثلا الاقصر ولا الاهرامات ولا غيره الترميم دوري. وادي الملوك مثلا
يحلوا كاين ثلاثة مقابر كل مدة، يكيد دخل كاين ثلاثة مقابر، المقابر الأخرين مسكرين يبداو فيهم ترميم، وهكاك نبدلوا كل ثلاثة أربع شهور يعاودوا حلوا ثلاثة هذوما الأخرين مسكروهم ترميم، باش ديما المعلم يقعد متجدد، ما نستناوش لين يتيح. تركيا نفس الشيء، معناها كي تمشي تتخوف توجور ثم ترميم، ثم رينوفاسيون دورية. على خاطر المعلم هذاك عاش قداش من الف سنين، سي ما عادش كيما كان في جدو، يلزمو ديما ترميم. لو في نحنا مشكلتنا انه نحلو ونقعدو نخدمو بعد 20 30 سنه نتذكرو نلقاو سي احمد. انت ما عندكش برشا من مشيت لتركيا، نجم تحكي لنا، نجم تحكي لنا شنو شفت في تركيا وما فهمش منه في تونس؟ والله احنا خاطر المعالم الاثريه التركيه نعرفوها كيف في المسلسلات. والله صدقني كيف في المسلسلات، رهيم بها نظافه، تمس حاجه كي ويجيك يجري مع تاع سيكوريتي هذيك بالرسمي، معناتها لهين لهين بالرسمي يعتنيو بالحاجات هذوما معناتها بالكدا. ضيق مره في تونس فكرت حاجه، معناتها هي الضحك وتبكي في الوقت، وانا صغير شويه هزونا الدق معلم هذيك، ما حكيولناش معناتها على الدق على البلاصه هذيك، هزونا حطونا هذيك رحله وزاره الشباب لا يعرفوك بالتاريخ لحد شيء، وكسكروت تلك الكسكروت هذيك تاع التصوير وتروح كيت كسكروت هزت الكاغت كي ورميته، ويجيني زصيح يجيني زصيح تزيرية عملوا فيا وكلموني الشرطة، وأنا ما شوف معناتها قيمة إني أنا ما نعرفش رغم إني ماشي في مع هيكل تبع الدولة، ولا علمونا التاريخ لا علمونا أهمية البلاصة هذيك، وجاو معناتها تزيرية سياح تزيرية في الموقع هذيك، وكيفاش معناتها من وقتها ممكن أنا بدلت هكا شوية وليت نركز أكثر، على خاطر مانيش عارف غلطة مني أنا بركة، الغلطة من هيك اللي مشيت معاه، غلطة من الدولة اللي ما ورتنيش ما كيف كتب التاريخ نعرفوها الحاجات اللي من بعد حتى بعد يكرروها ونكتشفوها. يعطيك صح احمد، مشيت بينا للبوان تقريبا الاخرانيه اللي باش نحكيو فيها، اللي هي هل انه الشباب والاطفال الكل عندهم معناتها معرفه بالتراث المعماري نتاع بلادهم ويعرفوا يتعاملوا معه ولا. يظهر لي احمد فما المساله نتاع التربيه، معناها التنشئه نتاعنا من الاول، حتى انت تو قلت في الكتب المدرسيه موجوده كما موجوده دروس الجغرافيا والمدنيه والتاريخ اللي تحفظه وتتعدى به الدفوار وتمشي على روحها، ما فماش تثمين، ما فماش هكا الفالوريزاسيون، ما يحسسكش بالاهميه نتاعها. لو عندك حاجه اسمها الزيتونه، حاجه اسمها الجم، حاجه اسمها المدينه العربي، ما اللهم اجتهادات من بعد انت وحدك مشيت زرتهم هكاك صادفت، اما الدوله ما فماش بوليتيك ديتا، معناتها الدوله لا في وزاره التربيه لا في وزاره الثقافه لا في وزاره التعليم العالي لا في وزاره السياحه، ما فماش بوليتيك ديتا، معناتها ما نحبش نقول عادي جدا انه الشباب يخرج وكاني نبرر، ولكن معناتها فما تفسير انه الناس معناتها الجيل الموجود توا ما يعرف حتى شيء على التراث المعماري وما يعرفش يتعامل معاه، ما عرفش الأهمية، ما عرفش نتاع الحناية، معناتها مش في باله الحناية بنية تكسرها تعمل أي حاجة نورمال، معناها أحمد الحناية أنت يظهر لي عندك أنت قريب لها الحناية، بنية بنية في الديار الحناية، أي فوالا مشكورة حتى حناية في وسط الدار نتاعو، أي سي سي الحناية معناتها متعدية في وسط الدار، كي تجي توزر فما الحناية في التروتوار، الحناية في الديار، الحناية في موجودة موجودة، اللي تحب يهز الدار يعمل فما اللي عامل الحناية حيط خاطر هذاك جدو روماني ربما اي ربما التاريخ حاول اي حاب يقرب التاريخ حاب يقرب التاريخ هو راه معناتها راح نوض المشلع بيت فيه ومانيش عارف حتى كيف ما قلت لك الغلطه من الدوله منا احنا لازم الدوله تتبدل باش احنا نتبدل لازم احنا نتبدل باش الدوله تتبدل وهي في علاقه جدليه سؤال فلسفي ذا برأس ان رأي الدوله لا تستطيع معناتها ان تنظر الى التاريخ ولا تستطيع ان تجاري الحاضر عبد الرحمن بن خلدون جميل نفس السؤال وين المشكله علاش اللي جون والاطفال ما همش واعيين وما همش عارفين بالتراث المعماري نتاع البلاد هو شوف ديما نحب نسب الحكايه خاطر الواقع ماهوش سوداوي للدرجه هذه معناها الحاجه البوزيتيف اليوم مو سوداوي اليوم للدرجه هذه العشر سنين الاخرانيين على قيله كي ربحنا حاجه انه العباد رجع الوعي وتلوج على باتريمونها وتحب تلوج على ذاتها في الهويه تاعها فبدات تزور اكثر انا من تجربتي انه في مدينة تونس وإلا مع في مواقع أخرين إنه العدد تاع العباد أكثر اللي قاعدين يزوروا المواقع هذه البلايص هذه العباد اللي قراس السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك يراو في تويتر السؤال جميل الكاتيجوري داج نتاع العباد هذا ما فيهم دي جون ولا لا فيهم دي جون فيهم برشا دي جون لا 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 نحكيو هوني خاصة السوشيال ميديا برشا صغار برشا دي جون معناها أنا في حتى دي فيزين كلهم صغار معناها ناس تحب وتجي وتسأل ورسالة غاز بها شنو هي الإشكال هيك نرجعوا كيما قال قبيلة كيف نعطيك ليكزومبل بيرسونيل فأنا كبرت وقمت في المدينة قريت من السنة أولى ابتدائي للبكالوريا في المدينة
واضح النهار هزونا نعمل دورة في المدينة يجيك نتذكر انه كان صغير وعرف كل شيء البروجرام كل الرحله ثم الدقاق ليبيا هوريا بارد وكارتاج اتسيتيرا بي عندي تمشي لهذوما دونك بوغ توا شنو في موقع التاريخ معناها راهو كارتاج دقا تاع شنو دونك انت المدينه اللي عايش فيها معناها ماهيش مهمه دونك هذاك عطاتنا جينيراسيون تاع عباد اللي هي تكسر في الدنيا وكل شيء معناها تاع نورمال كما قال هو لحنا يبني فيها بنية اثريه يسكوتيها ويبني فيها وطيحها على خاطر حد ما قال له راهو هذيك معلم ماهوش نتاعك انت برك راهو تاع الناس الاخرين شويه هذايا صحيح يمكن تقصير من الدوله يمكن لي بروغرام على خاطر من عام 60 مسطرين دونك ما صارش ايفولوسيون يمكن زاد من شيره الاخرى الاولياد ما تكونش كان الدوله الاولياد في الديار غادي نجم هما يعملوا لي فور اليوم سا كومونس ا شونجي مي ما زلنا في ريتم طايح برشا مع لو شونجمون دو تيتغ بلوز اكسيليري كيما قلت انت قبل الوزارات مثلا يا با بروغرام كونجوا مثلا بين وزارات اللي يهتموا مثلا وزاره السياحه علاش ما تعملش هي تقعد وزاره التربيه وزاره التعليم العالي ايجي خويا هات لي كومبوزون الكل تاع البروغرام هات نخلقوا حاجه ليدي تشجع الصغار وتوعيهم اكثر وتشجع حتى لي جون ولي موان جون معناها حتى للبار انت هذوما الكل عندك انت تنجم انت دونك تتحكم في البروغرام توري لهم حاجات تهزهم يدوروا الحوص من بعد يفضل الباك ديجا تسيي زرعت فيه هذاك يولي يهتم بيه عملتي اوكي هكا كما قالوا كيمشي خوتك سكروت وروح وكاس باش جميل احنا تقريبا وصلنا للنهايه نتاع البودكاست نتاعنا اليوم الحاجه الاخرانيه باش نخدم بها معاك هي صلح لي قرت نهجها الاسم نتاع الجمعيه قرطاجينا صعيب الاسم شي تشد هذا اكزامبل من اسم تعرفش معناها اسم جمعيه يا احمد قرطاجينا اسم جمعيه مش معنى اسم جمعيه برك اسم جمعيه قرطاجينا مقتبس من قرطاجنا ومن قرطاج ومن برشا حاجات في جميل الجمعيه وقتاش تاسست شنو النشاطات نتاعها الى غير ذلك بدات من 2013 الجمعيه تخدم بالاساس على تثمين الموروث الثقافي المادي والمعنوي التونسي اون جينيرال دونك كيفاش نعملوا خرجات نعملوا دي فيزيت ديال للعباد نهزوهم صغار وكبار دونك المواقع الاثريه للمدينه لاي بلاصه عندها فالور حتى سونتر فيل غيره وكل شيء نعملوا زاد كيف دي كونفيرونس على الموروث المادي دي كونكور فوتو نحاولوا نشجعوا العباد على خاطر نحن سي لا جينيراسيون اللي نستعملوا دونك السوشيال ميديا كي العباد الكل ولا ديكوفيغ انه العباد ولا معناها اعطيه حاجه نديك حاجه رجليه يتبعك ويسمع الكور ماجيسترال هذا سيء معاك العباد عندها الوقت إيه سي امبورتون مثلا الانستغرام معناتها طريقه باهيه للترويج للمعلم هذا اليوم كنت تحل انستغرام تحط هاشتاج تونس ولا تونيزيا شوف يدخل بالوي بالتصاور الموجودين حتى تاع معالم واللي برشا فيهم تونس واللي تشجع في العباد من برا باش تجي تكتشف تونس هذوما عباد ما قالهم حتى حد داخل الخدمه هذه وحدهم يصوروا ويحطوا كل شيء هذاك عندي ريتمون الامباكت يعطي في ايماج بوزيتيف خلي في العباد يجي سيسكون مونك معناها اللي هي الدولة بدات دوا سانتياسي أكثر أنه راهو الإيماج اللي عندك حبيتها ولا ما حبيتهاش راهو ثم إيماج باش تعمل عليك. دونك الجمعية هل تلقى في تجاوب معناتها من العباد؟ العباد معناتها تسمع تهتم باللي كونفيرونس بالأنشطة والكل ولا يجي لا 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 ثم كما قلت لك وبالحق في كارتاجينا عندنا بوبليك يجينا صدقني عندنا عباد من بيبي تجي في دي بيبي معناك عندنا توا دي فولونتير اللي هما جاونا دي بيبي وكبروا تبارك الله توا أطول مني ويجي وكل شيء معناه عنا للعمر الكل العائلات تجي على خاطر العبيد تجي ترقى عن بروغرام اللي هو أدابتي للناس الكل نحاولوا كما قلت نحن بينا من رواحنا لرواحنا نقولوا كيفاش قرينا التاريخ كيفاش وراهونا وما حبيناهوش بالطريقه هذيك ماناش نعاودوا للعبيد نفس الطريقه ونسي توجور باش نبسطوا باش نسهلوا على العبيد وهذاك اللي خلى العبيد تجي وتسانتيغيز وتحب تشارك وتعاون وكل شيء واضح جميل والله عندك الحق جميل وراه انه الناس متوحشه التاريخ راه برسمي متوحشين التاريخ كي تلقى انت تمشي معناتها موقع ولا معلم معناتها تاريخ وتلقى شكون يفسر لك ويوريك ويحكي لك القصه الناس تحب شكون يحكي لها ويفسر لها ويوريها دونك يوليو يمشي وفما معناتها فما نشاطات حتى في المدينه العربيه نسيت لسه معناتها فما شكون يعمل كل معناتها بريس كل جمعه دوره كاية ويجيو العباد يعطيو دينار ولا 2000 كمعلوم رمزي هو يتبرع بهم والناس تجي واش تعرف تاريخ المدينه انت انا عملتها جمعيه فوالا يا ما حسن الصدق بي يعطيكم الصحة جميل مرحبا بك ساعة أنت أول مرة تكون حاضر معنا في بودكاست أمور تهمنا أحمد مكشة أول مرة نحن أولاد الدار لي مرحبا بك يعطيكم الصحة سيد المخرج ميرسي بوكو سفيان يتشفع توبة من هنا يعطيك الصحة حتى أنت سفيان على المجهود وعلى التعب وعلى ما نعرفش شنو المجهود والتعب ما مش مشكلة حاجة باركة
أيه. نخدمه. أنا مثلا عمري 4 سنين، أنا تولدت في الخربة وعمري 4-5 سنين عايش في سيدي العزوز المكتب، زرته عندي 3 سنين ما نعرف عليه حد شيء التو، ديما كنت عدى مغادي نحسها غريبة البلاصة، نفكر كان صغري ما بتجيوب شي هزنا يا عبيلة دولة هذا احسن مثال للشباب اللي ما يعرفش المعالم الاثريه نتاع سفيان اخر الثاني فما رغبه اللي هو حاب يعرف. يعطيكم الصحه شباب، شكرا لكم. كانت هذه الحلقه العاشره من ومرتمنا البودكاست اللي حكينا لكم فيها على التراث المعماري التونسي. سنونا في حلقه اخرى الشهر الجاي. الى اللقاء وبسلامه.